السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم آدم من قناة تقنيات للمعلومات. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على أحد أفضل المواقع الربحية في مجال رفع الملفات، والذي يمكنك الربح منه مئات الدولارات شهريا. عند تصفحك للإنترنت قد تجد في أحد المواقع أو الجروبات موضوع حول تحميل برنامج مفعل أو لعبة شهيرة وغيرها من الأشياء التي قد ترغب بتنزيلها، خاصة إذا كان هذا البرنامج مدفوع ومتوفر في هذا الموقع بشكل مجاني، فإن ذلك سيدفعك للضغط على رابط التحميل لتجد هذا الموقع الخاص بتنزيل الملفات، مع ظهور بعض الإعلانات غير المزعجة والتي يحصل من خلالها صاحب رابط التحميل على رصيد مالي مقابل زيارة هذه الصفحة. لكن هل فكرت من قبل أن تقوم برفع الملفات على هذا الموقع وبالتالي الحصول على أرباح مالية منه؟ إذا لم تقم بذلك بعد فهذه هي الفرصة، بحيث أن الموقع شهير ومعروف لدى العديد من الأشخاص الذين يعملون في مجال الربح من الأنترنت، وبذلك لن يكون هناك أي شك في أن الموقع غير صادق. ولهذا سنحاول في هذه الحلقة التعرف على موقع فايل أبلود الشهير وفتح حساب عليه، وأيضا كيف تحقيق أرباح عالية منه باتباع بعض الاستراتيجيات التي سنتحدث عنها في آخر الفيديو. لذلك أنصحك أخي الكريم أختي الكريمة باتباع هذا الشرح حتى النهاية للاستفادة أكثر من الميزات التي يقدمها الموقع. فكما يعلم الجميع أن تنزيل الملفات من المواقع الربحية التي بها إعلانات كثيرة وتظهر غالبا على شكل نوافذ منبثقة يعتبر أمرا مزعجا للزائر، الأمر الذي يجعله يتراجع عن استكمال عملية التحميل وعدم زيارة الموقع مرة أخرى، وهذا أمر غير مفيد لك إذا كنت تعمل على رفع الملفات من أجل الربح. لذلك فإن موقع فايل أبلود يقدم لك ما هو أفضل لك وللزوار الذين يرغبون بتحميل ملفاتك. فمثلا سأقوم بتحميل هذا الملف، وكما تلاحظ واجهة استخدام عادية وظهور إعلانات غير مزعجة، بالإضافة إلى سهولة تنزيل الملف وهو ما يبحث عنه أي شخص عند تحميل الملفات. سننتظر بضعة ثواني ليظهر لنا الرابط ونضغط على الكابتشا، وأخيرا يمكنك تحميل الملف بشكل عادي. إذن بعد الدخول إلى الموقع ستجد واجهته بهذا الشكل، ومن خلال إثباتات الدفع ستجد قائمة بها جميع الأشخاص الذين قاموا بالسحب من هذا الموقع، وكما تلاحظ منهم من قام بسحب أكثر من 200 دولار عبر الويستر يونيون، وأيضا من قام بسحب دولار واحد عبر الفودافون كاش وغيرها من وسائل الدفع المتاحة. بالنسبة لسعر ظهور الإعلانات فهو يختلف من منطقة لأخرى مهما كان حجم الملف وأيضا حسب عضوية المستخدمين. ففي حالة العضوية المجانية للأشخاص الذين سيقومون بتنزيل الملف تصل سعر الإعلانات لكل 1000 عملية تنزيل إلى 6 دولارات في المجموعة A التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة وأيضا أستراليا. أما المجموعة B و C التي تضم باقي دول العالم فيمكنك الربح منهم دولارين لكل 1000 تحميل. وفي حالة العضوية المدفوعة أو ما يسمى بالبريمير أكاونت فيصل سعر الإعلانات إلى 7 دولارات لكل 1000 تحميل في المجموعة A و 3 دولارات لباقي الدول الأخرى، وقد يحالفك الحظ في الحصول على أرباح تصل إلى أكثر من 20 دولار في تحميلة واحدة فقط، وذلك من خلال الحسابات المدفوعة أو من خلال باي بور داونلود الدفع مقابل التحميل. ويمكنك بيع الملفات من خلال هذا الموقع بوضع سعر مناسب للملفات التي ترغب ببيعها، سواء كانت كتب إلكترونية أو برامج وغيرها. وأنصحك باستهداف الدول الغربية لأن الناس في هذه الدول تدفع المال مقابل تنزيل الملفات. إذن بعد أن تعرفنا على المزايا الرائعة التي ستفيدك وتفيد أيضا الزائر، يمكنك البدء بإنشاء حساب جديد بالموقع من خلال الضغط على سيني أب، ثم تقوم بملء بياناتك الشخصية واختيار طريقة الدفع. بعد ذلك ضع علامة صح على الكابتشا وفي الأخير تضغط على سبميت. إذن الآن أصبحت تتوفر على حساب بالموقع، اضغط على ماي أكاونت، ومن خلال هذه الواجهة ستظهر لك مجموعة من الإعدادات والخيارات. هنا ستظهر لك أرباحك بالموقع، أما مساحة التخزين المتاحة لك هي 117 جيجا بايت. ومن خلال خيار الماني ترانسفيرز يمكنك تحويل الأموال إلى أصدقائك، وفي خيار الكونفيجريشن يمكنك اختيار طريقة الدفع والتي تصل إلى 23 وسيلة متاحة من بينها الباي بال، البيرفكت ماني، الباير، وأيضا العملات الرقمية بما فيها البيتكوين والإيثيريوم.
كما يمكنك السحب عن طريق الويستر يونيون، الفودافون كاش والكاش بلس، وأيضا عن طريق بعض خدمات شركات الاتصالات، بالإضافة إلى السحب عن طريق بريد مصر وبريد الجزائر وغيرها من الخيارات المتاحة. ما عليك سوى اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك، ثم تقوم بإضافة المعلومات الخاصة بطريقة الدفع التي اخترتها. فمثلا إذا اخترت الباي بال فيمكنك إضافة حسابك البريدي المرتبط به. أما إذا اخترت الأورنج ماني أو الفودافون كاش فيكفي فقط إضافة رقم هاتفك. وبالنسبة للويستر يونيون وخدمات البريد بمصر والجزائر فيجب أن تقوم بملء البيانات التالية حتى تتمكن من سحب أموالك بدون مشاكل. ولسحب أموالك يمكنك التوجه إلى الخيار الأول، ومن خلاله تقوم بطلب عملية السحب عن طريق الضغط على Request Payout، ثم تقوم بكتابة المبلغ الذي تود سحبه وتضغط على Request. للإشارة، أقل مبلغ يمكنك سحبه هو 1 دولار عن طريق الفودافون كاش أو الباي بال. وعليك بعض المعلومات حول أقل مبلغ يمكنك أن تسحبه من الطريقة التي اخترتها. كما أنه يمكنك استلام أرباحك في مدة تتراوح بين 24 ساعة و 48 ساعة بعد مراجعة بياناتك. يمكنك الربح أيضا من الموقع عن طريق دعوة أصدقائك من خلال رابط الإحالة. فإذا قام أي شخص بالتسجيل عن طريق رابط الريفيرال الخاص بك فستحصل على نسبة 20% من أرباحه بالموقع. أما إذا قام أحد الأعضاء الذين دعوتهم بشراء عضوية البريميوم فستربح 50% من أرباحه، وأيضا 25% في حالة قام بتجديد عضويته. إذا لرفع أي ملف بالموقع اضغط على قسم Upload Files، ثم تضغط على هذه الأيقونة. بعد ذلك قم بجلب الملف الذي ترغب برفعه على الموقع حتى لو كان حجمه 1 بايت. يمكنك أيضا استخدام طرق الرفع الأخرى، إما عن طريق نسخ الملفات أو إضافة روابط تحميل ألعاب مثلا وغيرها من الطرق المتاحة. بالنسبة لي سأستخدم رفع الملفات عن طريق الهاتف أو الحاسوب. إذا بعد إضافة ملفك بالموقع اضغط على Start Upload لتحصل في الأخير على رابط تحميل هذا الملف. هذا الرابط يمكنك مشاركته في موقعك أو في الجروبات والمنتديات وغيرها من وسائل التواصل المتاحة. استراتيجيتي التي أتبعها للربح من هذا الموقع أو من باقي المواقع الأخرى هي عن طريق النشر في الجروبات الأجنبية، لأن سعر الإعلانات بها مرتفع، كما أن بها نسبة كبيرة من المستخدمين الذين يمتلكون حسابات مدفوعة. ولهذا أنصحك كثيرا باستهداف الدول الأجنبية، وهذا لا يمنع أيضا من استهداف الدول العربية حتى تنوع من مصادر أرباحك. ومن بين المجموعات الأجنبية التي أنشر عليها روابط تحميل الملفات هي مجموعات تضم عدد كبير من الأعضاء. وكما تلاحظ هذا الجروب خاص بوصفات الطبخ، من خلاله أقوم بنشر رابط لملف تكست أو الوورد بوصفة طبخ غربية أو وصفة خاصة بالحمية للأشخاص الذين يعانون من السمنة. يمكنك أيضا القيام بذلك، فهناك العديد من المواقع الخاصة بالطبخ. قم بنسخ الوصفات منها ثم قم بوضعها على ملف تكست. طبعا هذا الملف ستقوم برفعه على موقع فايل أبلود. وفي الأخير تقوم بمشاركة رابطه على هذا الجروب أو أي جروب خاص بالطبخ الغربي. نفس الطريقة أستخدمها لنشر الصور والقصص المضحكة على الجروبات الخاصة بذلك. وأيضا أقوم بنشر بعض الدروس المجانية للتسويق الإلكتروني على هذه الجروبات. ومن بين الجروبات التي أجد بها تفاعل كبير هي المجموعات الخاصة بصيانة الهواتف المحمولة، سواء تعلق الأمر بالسوفتوير أو الهاردوير، بحيث أقوم بنشر ملفات PDF بها مخططات الهواتف الذكية أو روابط تحميل الفلاشات والرومات الخاصة بها. هناك أيضا جروبات خاصة بالألعاب أستفيد منها كثيرا من خلال نشر روابط تحميل الألعاب المدفوعة الخاصة بالحاسوب أو البلاي ستيشن، وأيضا ألعاب الأندرويد. إذن هناك مجالات كثيرة على جروبات الفيسبوك يمكنك استغلالها والنشر عليها مرتين كل يوم تقريبا، ولا أنصحك بالنشر عليها كثيرا حتى لا يعتبرها الفيسبوك سبام وتعرض حسابك للمشاكل. يمكنك وضع عنوان جيد وصورة مثيرة وجذابة لموضوعك، وتخبرهم بأن رابط تحميل ملف موجود في أول تعليق. قم بالنشر على هذه الجروبات بشكل يومي، وإن شاء الله ستلاحظ أن أرباحك بدأت تتضاعف، خاصة إذا صادفت أصحاب الحسابات المدفوعة لموقع فايل أبلود. إذا كنت ترغب بالنشر على هذه الجروبات، فسأضع لك في أسفل الفيديو رابط لملف به مجموعة من الجروبات النشطة والتي تضم آلاف الأعضاء المتفاعلين، وبالتوفيق لكل من يرغب بالربح من هذا المجال. في الأخير نرجو منكم دعم هذا الفيديو للوصول لألف لايك ووضع تعليق محفز أسفل الفيديو،
وإذا كنت غير مشترك بعد في القناة فيمكنك الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للتوصل بآخر مواضيعنا التقنية. وللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.